عليكم مشاهدينا الكرام، إليكم موجز أخبار الرياضة من داخل استوديوهات M24. ارتقى المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم من المركز 24 إلى الرتبة 22 في التصنيف العالمي للاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا لشهر يونيو الجاري الصادر اليوم الخميس، ليحتل الصف الأول عربيا والثاني إفريقيا. أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا فريقا مختصا في تحليل أداء كرة القدم قام بتطوير أدوات إحصائية جديدة تتيح تحليل المباريات في الوقت الفعلي أثناء لعب المباراة. وذكرت الفيفا في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني الرسمي أنه تمت تجربة تلك الأدوات في تصفية القارية لبطولة كأس العالم قطر 2022 بهدف إتاحة المقاييس المحسنة بعد مرور 30 ثانية فقط من بدء المباراة. بدوره الإسباني خافي غارسيا اللاعب السابق في صفوف فريق أتلتيكو مدريد وريال بيتريس وأوساسونا والمنتخب الإسباني أعلن اعتزاله الميادين عن عمر بلغ 35 سنة، وجاء قرار اعتزال غارسيا بعد عقدين من اللعب كمحترف، حيث تم الإعلان مؤخرا عن قرب اعتزاله في صفوف بوفيستا البرتغالية. في جديد ملاعب كرة المضرب، أعلن منظم دورة إبستبورن للتنس عن إصابة اللاعبة التونسية أنس جابر، وتوقفت مسيرتها في منافساتها الزوجي مع شريكتها الأمريكية المخضرمة سيرينا ويليامز. وقال الاتحاد البريطاني للتنس عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن اللاعبة التونسية المصنفة الثالثة عالميا في الفرد تعرضت لإصابة في الركبة اليمنى. نهاية الموجز الرياضي، للمزيد من أخبار الرياضة زوروا موقعنا m24tv.ma.